الختام تاج القرآن. كتاب كلامه تاج الكلام، وقدره جاوزها ما الغمام، وفضله عالي وسام رفيع، فيا رب حكمه بين. لذلك احنا المقولة الفلسفية التي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، واش نزيد لها؟ قول الغاية الشريفة تبرر الوسيلة المشروعة، يعني نتخذ وسائل مشروعة للبحث عن الغاية الشريفة التي تتعلق بمقصدية النص وقصدية الشارع الحكيم. الحقيقة وجدت أول الأجواء، وصراحة أجواء ما شاء الله أجواء إيمانية وأجواء تنظيمية قبل ذلك راقتني كثيرا، يعني هدوء وسكينة، ويعني واحد الظروف التي توفرت أو وفرها التلفزيون الجزائري ركزت نعم على أن هذا الأداء الذي هم يتسابقون لأجله وهذا التحبير له دلالات وله معاني، يعني بسببه يستقيم المعنى. أثبتت لهم أن هذا الأمر يتم فيه مستويات اللغة، وأول مستوى اللي هو المستوى الصوتي الذي يعني يحسنه ويتقنه الطلبة. وانتقلنا إلى الجزء الثاني اللي هو الإعجاز، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى عباده أو تحدى خلقه بما يملكونه وهم فيه أفذاذ وبارعين، على الرغم من فصاحتهم وبراعتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني استطاع، أو أن الله سبحانه وتعالى أعجز هذه الأمة أو هذا البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. تشرف معهد تاج القرآن الكريم بزيارة الدكتور العلامة محمد بشير باي، الذي ألقى علينا محاضرة جد قيمة ورائعة ومفيدة بالنسبة لنا جميعا، وهي تتمحور في الإعجاز في القرآن الكريم، وربطنا اللغة العربية بالقرآن الكريم، واستنبطنا عدة معاني وإعجازات، وتعلمنا كثيرا من الأشياء. تطرقنا اليوم إلى محاضرة بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فقد تطرقنا إليه في إعجازات متعددة في من صور القرآن الكريم، وتطرقنا إلى تفسير سورة الإسراء أي التي تتحدث عن الوالدين، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. الباقي كله قانون المسرح السبب والنتيجة. كانت لي جلسة مع طلبة تاج القرآن، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون تاجا على رؤوس والديهم يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. جلسة كانت جلسة أخوية، جلسة كان فيها كنا في حالة انبساط في حالة هدوء. حدثت الطلبة عن شيء يسمى الحالة النفسية، لأن الأداء الإنسان هو النقطة المشتركة بين ثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي الاستراتيجية، والدائرة الثانية هي الوقت، والدائرة الثالثة هي الحالة النفسية.
فحدثتهم عن كيف يحفزون أنفسهم بأنفسهم، وأعطيتهم أدوات عملية أتمنى بإذن الله تعالى أن يتعاملوا معها، وعندما يجلسون على الكرسي الأحمر بإذن الله تعالى يكونون في قمة الراحة والهدوء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم للخير والصلاح، كما نشكر شكرا جزيلا للقائمين على هذا البرنامج الذي نتمنى له كل النجاح والاستمرارية والتوفيق. فجزى الله تبارك وتعالى كل من كان سببا في الصغيرة والكبيرة لإنجاح هذا البرنامج. الحمد لله، اليوم تشرف معهد تاج القرآن الكريم بزيارة الدكتور أمين فركول، حيث قدم لنا درسا قيما تمحور موضوعه حول تنمية الذات وتطوير الذات، وتطرق لنا أيضا حول بعض الاستراتيجيات والتقنيات التي نتخلص من خلالها عن الارتباك والتوتر الذي ينتابنا قبل البرايم وقبل كل منافسة. قدم لنا محاضرة رائعة جدا 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 حول تعزيز الثقة بالنفس وتحديث النفس حتى يشعر الإنسان بالثقة عند مواجهة أي خطب في حياته. يعني هي تجربة عملية في الحياة، ليست فقط في البرايمات، وكانت المحاضرة رائعة جدا وقيمة، وهي من أروع ما سمعت بصراحة. له مثيل في المقامات الصوتية، يعني له قوة تأثير عجيبة في نفسيات الناس، يهز مشاعر مباشرة، مجرد أن تسمعه من الوهلة الأولى يهز مشاعر، قوي في التأثير. أربعة. وجدت إقبالا، يعني إقبال شديد من الطلبة، حتى أنهم في الحصة السابقة يعني كان استيعابهم كبير جدا لما قد تلقونه في الحصة الفارطة. كنت قد تكلمت عن علم الصوت والصوتيات وأنواع الأصوات، وجدت يعني استيعابا سريع، يعني سرعة الاستيعاب والفهم، حتى من ناحية التطبيق ما شاء الله الحصة كان يعني أدائهم دقيق ومضبوط ومنسجم إلى أبعد الحدود، وهذا ما أفرحني كثيرا بصراحة. هم يريدون أن يطوروا طاقاتهم وإمكاناتهم الصوتية من الحسن إلى الأحسن، بالتالي أكيد سأجد هناك تفاعل، وأجد هناك تفاعل وانفعال يعني في نفس الوقت. بالنسبة للمعلومات التي يجب أن يستفيد منها القارئ هو علم الصوت بالدرجة الأولى، يعني أن يعرف مساحته الصوتية، إمكانياته وقدراته الصوتية، ثم بعد ذلك خضنا في علم المقام أو علم المقامات الصوتية، اللي أنا أراه أنه علم ضروري يجب على كل قارئ أو منشد أو مبتهل أن يتعلم هذا العلم. كنا
كنا الآن مع درس المقامات من تقديم الأستاذ سفيان بقاش الذي نسأل الله العلي العظيم أن يجزيه عنا خير الجزاء، فقد أفادنا كثيرا من حيث الجانب التطبيقي في الأداء الصوتي. كالعادة يتجدد اللقاء في معهد تاج القرآن مع دروس المقام النغمي والمقامات القرآنية، فنشكر الأستاذ الفاضل سفيان بقاش على ما أجد وأفاد، ونسأل الله المزيد من العلم والمعرفة إن شاء الله. الحمد لله، كما كان مقررا في برنامج مدرسة تاج القرآن الكريم، تشرفنا اليوم بدرس في المقامات النغمية، وكان الدرس يتمحور حول أولا تدريبات تخصنا فيما يخص الصوت، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى تعلم بعض المقامات. نلتقي في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك وفي معهد التاج ومدرسة الحادي لنرتقي بفكرنا مع من يزورنا من الأساتذة ومن الشخصيات الفكرية والعلمية. استقبالنا اليوم لفضيلة الدكتور طه. دكتور طه كوزي هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس أول جامعة خاصة في الجزائر، المعهد العالي للعلوم، موجودة هنا بالعاصمة. له مؤلفات عديدة جدا، راق في فكره، في محاضراته، في مؤلفاته، في مقالاته، له مشاركات عديدة في ملتقيات، في ندوات إلى غير ذلك. أخواتي إخواني، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته، سعيد جدا بهذا اللقاء. سعيد جدا بهذا اللقاء في هذه الأمسية الرمضانية، خاصة مع هذه المدرسة وهذا المعهد وهذا التقليد العلمي والرمضاني والفكري الذي نرجو أن يستمر وأن يدوم وأن ينمو بإذن الله تعالى، خاصة في احتضان هذه المواهب. هذا اللقاء وهذه الندوة كانت حول واقع المسلمين اليوم في هذا العصر، ما هو دور الشاب المسلم، ما هي رسالته في هذا العصر، في هذا العصر الذي يمثل ثورة تكنولوجية، ثورة علمية وثورة معرفية، أيضا عن هذا الانفصام الذي يعيشه الإنسان المسلم الذي لا ينبغي أن يستمر، بمعنى أن يكون إنسان مسلما ليس فقط في الصلاة، وإنما أيضا ليس فقط في المسجد، ليس فقط في عمارة المساجد، وإنما أيضا في عمارة الحياة. وكل رجائنا أن يكون هذا الحوار وهذه المأدبة الفكرية وهذا الحوار الذي تبع هذا النقاش هذه الحوار الفكري أن يكون مثمرا، أن يكون له أثره إن شاء الله في حياتهم اليومية بإذن الله تعالى. كانت محاضرة فكرية راقية تفاعل معها الطلبة والطالبات أيضا بمثل هذه المحاضرات والمداخلات وبمثل هذه الشخصيات والكفاءات العلمية. نسعى بإذن الله إلى الرفع من المستوى الفكري والوعي لطلبتنا الذين يتنافسون في مسابقتي تاج القرآن وحادي الأرواح. طبعا هدفنا هو تلاوة صحيحة للقرآن الكريم، هدفنا هو يعني الرقي بالفن والإنشاد، ولكن أيضا هدفنا هو بناء الشخصية السوية والرفع من يعني مكانتها النفسية ومن تفكيرها ووعيها. أيضا تشرفنا اليوم بحضور الأستاذ طه كوزي، نشكره على ما أجاد وما أفاد وما قدمه من معلومات وجب على الإنسان المسلم أن يتحلى بها، وجب عليه أن يكون شخصا مؤثرا في مجتمعه الذي يعيش فيه، بالأخص أنه قدم لنا أساليب يعني يقوم بها المسلم كي يعطي صورة جيدة عن الإسلام. لقد حل علينا اليوم ضيفا كريما إذ تطرق إلى محاضرة بعنوان الإنسان والقرآن، وددنا لو نستزيد منه الكثير، لكن ولله الحمد يعني تفضل يعني بأهم يعني نقط منها مفهوم العبادة لمقتضى
منها مفهوم العبادة لمقتضى العصر. فلله الحمد والمنة كانت محاضرة قيمة لكلماتها وجوهرها الثمين ولمقعدها المبارك.